إلى أن تم حرق زوجته وشلون تم التمويه عن هذا الموضوع. خلونا نشوف. شكرا لك زميلي مازن. نحن الآن في محافظة النجف، هذه المحافظة اللي شهدت واحدة من أبرز وأروع الجرائم الجنائية بالمحافظة، ونالت قسم كبير من الحديث وشغلت الرأي العام في النجف، وليس في النجف فقط وإنما بعموم العراق. نلتقي الآن بزوج الضحية أم حسن، الأخ أبو حسن، حتى نتعرف على تفاصيل هذه الجريمة ودوافع من خلفها. البقاء في حياتك أخ أبو حسن، عظم الله أجرك. شنو اللي صار مع قضية أم حسن، خصوصا عرفنا أنه هي حامل؟ صار سوية سلفة، ومو سلفة يعني بنت خالتي من أرحامنا، وهذيش اللي يعني بنت خالتي شوية ما عدها فتراكمت عليها، ومبلغ ثاني مال غراضها بنطلبها فتراكم. تطلبوها؟ هي نطلبها، يعني مو هي تطلبكم؟ لا احنا نطلبها. انتوا تطلبوها؟ اي احنا نطلبها. اللي هي المتهمة الجانية. المتهمة اي. فتراكم عليها، تدري قضية نسوان احنا ما لنا علاقة الرجال بهاي الشغلة. فوصلت مرحلة قالت لها معنا انا دفعت هواي من جيبي بعد ما اقدر. لازم من قالت منو؟ زوجتي. اي. لازم تدبري لي حلالي. صحيح. قالت لها بسيطة اعطيني مجال. قلت انا ما تعطيني مجال، انا هذا زوجي قاعد يمي، هذا ما تقول لي ما تعطيني موعد محدد راح اقول له هو يجيكم. قلت له لا اعطيني يومين. خلال هذين اليومين الظاهر هي نفذت عمليه تخطيط القتل. شلون صارت عمليه القتل؟ عمليه القتل استدرجتها للبيت، استدرجت خابرتها، اتصلت بها قبل بالليل، دزت لها صوره على الواتساب بان هي عندها فلوس بالبيت، صوره موجوده بتليفوناتنا، صورة موجودة بتليفوناتنا، عرفت الصورة سحبتها من الفيس، قلت لها هذني فلوسي. صورة فلوس كان ما حضرت فلوسش، تعال اخذيهن. تعال اخذيهن. بلي. فاتفقت وياها موعد بالعشرة ونص على استناد يطلع زوجها من البيت، ولا ما يطلع زوجها من البيت تجي تخابرها تجي تستلم فلوسها. فهي مجابتها قالت لها ليش خو اذا رجلك في البيت شنو اشكال؟ مو يعني مو غريب اكو بيناتنا صله رحم. قالت لا بس اللي شوفي اذا اشوف الفلوس ما يعطيك يعني عصبين بعد ما عاد ادبر لك. قالت مو مشكله. فخدعتها؟ خدعتها بهاي الخدعه. جابتها للبيت، استدرجتها للبيت. اتصلت بها قالت لها هسه تجيني وتجيني وحدك فقط وتجيبين السجن اللي عندك على مود اصفر حساب وياك. قالت لها مو مشكله ساجد. عندنا اتصلت بابن عمتي هو سايق يعني يشتغل على باب الله. وهذاك يا قاعد هناك موجود. خابرته قالت له محمد أدي راح الجزيره اجيب فلوس سلفون نرجع 10 دقائق ما تعطل. قالها جاي اجى خذاها. ورا ايش قد دريتوا انه هي مثلا مخطوفه؟ ايش قد درينا؟ انا جيت ب 12:10 للبيت، عندي عمل، خلصت من العمل اسمه طبيت للبيت، بنت صغيره بالبيت عايفتها عمرها تقريبا 12 سنه. قلت لها بابا امك وين؟ قالت امي راح اجيب سلفون من ام حسين من بيت خالتك. اتصلت على تليفونه مغلق. قلت له من خذاها؟ قالت محمد. اتصلت على محمد قلت له محمد كان زوجتي شو تليفونه مغلق انت وين؟ قال لي اخوي طبت بهذا البيت بعد ما طلعت لي. انا بعد صار عندي رد فعل قوي. خابرت على اخوها الصغير جاب لي السياره وجاني. اجينا راسا مباشره صارت تقريبا بالوحده الا ربوع هيك هاي وصلت لبيتها. لقيت الباب الظاهر هي هم قاعده قبال الكاميرات امكانيتنا. صيحت عليها عيطت قلت لها خابرتي مرتي انت بعليتنا بلوه الله يكسر رقبتيك، هاي المره الظهريه وين خفيتيها؟ اكو مره ثانيه عن طرفك تطلبها هنا بالمنطقه وراحت تجيب فلوس من عندها؟ قالت لا. قلت لها وين بلعتها القاع؟ فطلع لي ابنها امهم حاضرين، قلت لك ما كذا محضريها، طلع لي ابنها قال لي خالي هاي شوف حسين طبت للبيت وهاي طلعت، من باعت التصوير مال الكاميرا بالتليفون؟ الطلعه مو زوجتي هي حسب ما افتهمنا من صدرتنا معلومات قلت لك من القوات الامنيه، من طبت للبيت اشخاص ثانيه بالبيت، اشخاص ثانيه بالبيت، شخص ضاربها بويل مال بايسكل على وجهها. ويعني مطيها ما هي حامل كانت حامل حامل مكيفين بعد ضار بيها من ضار بيها ضار بيها يعني ظاهر راسا هي ضعيفه ما تتحمل صح واقعه منتهيه
واقعة منتهية، مقابليني عليها مصعديها للسطح، شاعلين التنور منزليها مباشرة على راسها بالنار. على طولها؟ على طولها. فبهاي الفترة من اجيت انا عيطت عليها وقمت اصير شفت النار معلوقة. سألتها انت شنو هاي لو شاي النار معلوقة؟ قالت شن تخبز. يعني هي إن الله يرحمها توفت من الضربة لو حسب معلوماتك بعد ما ادري من الضربة، الضربة قوية عرفت ما فاقت من عدها وجدت النار مباشرة امه على راسه. قلت لكم حاسبين خطة محكمة. فهي مباشرة اول ما انتهى وجهت نهائيا مشوه ماكو هيك، قالت الراس مالتها الكبرى جمجمة صغيرونة انتهى يعني النار هارشتها هريش. فقلت لك عيطت ماشين النار قدام عيني، قالت لي قاعد اخبز نوهت عليه. رجعت افتريت بالمستشفيات والطب العدلي، ربيت بالساحات بالبسطيات مال السوق دورت. انت حسيت انه صار فت خلل معينه وانقتلت وانخطفت؟ راسا حسيت زوجتي خطفت. هسه حاليا المتهمه مع زوجها بالتوقيف، هسه ما سمعت؟ مع المتهمه مع زوجها بالتوقيف وقاعد تحترف على اشخاص منفذين عمليه جريمه وياها. زين عمي، هي الله يرحمها كانت حامل وكم طفل عندها وشنو مناشدتك بالاخير؟ مناشدتي انا هي كم طفل عندها؟ عندها هسه بنات اثنين. بنات اثنين وهي كانت حامل بالثالث؟ ايه. شنو مناشدتك؟ مناشدتي اطالب القضاء العراقي، انا اتجه للقضاء العراقي. اريد العقوبه على قضانا يعني يرحمني ويعطيني حقي كمواطن عراقي على هاي الجريمه، شنها اعدام فوري.